تقدم لعمل في فندق من الفنادق اللي بيقدم الخمور، وهو يشتغل في الفندق يعني جرسون أو أحد الذين يتعاملون مع الناس في تقديم الأشياء. حكم العمل: لا يجوز يا هشام، لا يجوز يا هشام أن تعمل في فندق يقدم الخمور، حتى لو كنت أنت ما بتقدمش الخمور. وأنا عايز يعني هنا أفرق بين حالين: حال إنسان يعيش في بلاد أوروبا مثلا أو أمريكا، وحال إنسان بيعيش في مصر أو في بلد مسلم. اللي بيعيش في بلد مسلم لا، مش مقبول منه أن يشتغل في فندق يقدم الخمور حتى لو كان هو ما بيقدمش الخمور، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وبرضو بعض العوائد والفوائد والأرباح التي تأتي من الخمور تعود على جميع العاملين، فهذا لا يجوز. لكن لو واحد في بلد غربي ولا يجد إلا هذا العمل، وهو لا يقدم الخمر بنفسه ولا علاقة لها بها، قد نقول له: لا بأس بالعمل إن لم تجد ما هو أفضل منه.